لازم يبقى موجود عندك في دلابك، لانه هتستفادي منه جامد جدا. يلا بينا انا وانتي نعرف التونيك ده هيتعمل ازاي وخطواته، وكمان هنستفاد منه ازاي. اهم حاجه ما تبخليش عليا باللايك الجميل، ويلا انا وانتي نعمل التونيك تاني يا خطوات. جماعة مع بعض علشان نعمل التونيك بتاعنا بشكل سهل ومبسط خالص. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، معانا البطون الاساسي زي ما انتم شايفين اهو بخطوات بسيطة. هنبدأ نعمل بقى التعديلات ونركز قوي في التعديلات واحدة واحدة. اولا معايا الخلف والامام بتاع التونيك اهو، تمام. هاجي بقى من عند تحت الابط من هنا بالظبط كده، وهنزل 2 سنتي، تمام. وبعد ما هنزل 2 سنتي هروح موسعة التونيك بتاعي بعرض القماش بالشكل ده اهو كده. استني بس خلينا نجيبها مظبوطه اهي. وبعدين هنبدا نعمل من تحت زاويه دايره. يعني الزاويه دايره مريم، هنبدا نيجي من هنا كده ونروح ماخدين الزاويه الدايره دي من هنا كده اهو بالشكل ده، تمام. طيب ده بالنسبه للامام وبالنسبه كمان للخلف. بالنسبه بقى ان احنا نقص، هنبدا طبعا نفتح الامام ونحط فيه كلفه، وهنعرف دلوقتي هنخيط الكلفه ازاي بشكل جميل قوي وبسيط. التونيك اصلا هو مفتوح، تقدري تلبسيه تحت جيبه وبلوزه، تقدري تلبسيه تحت فستان، تقدري تلبسيه تحت بنطلون، على حسب ما انت عايزه اهو، تمام. طبعا لو انت عندك فستان مش بتستعمليه، التونيك ده هيحيولك تاني، لان طريقته جميله جدا وسهله، تقدري تعمليه وتلبسيه تحت اي حاجه انت عايزاها، وهيديكي شكل كمان مختلف تماما. هبدا افصل الامام عن الخلف، وهبدا اجيب الامام كده. الامام بقى هو اللي فيه الشغل بتاعنا يا جماعه اهو. امام كده هبدا اجيبه بالطريقه دي. المفروض ان معايا الكولف بتاعتي اشتغلها بيه، بس قبل ما اشتغل الكولف بتاعتي بصوا الدايره اللي تحت دي هي اللي انا كنت عايزاها. هبدا ان انا اقسم بقى البطرون بتاعي ده على نصين كده اهو زي ما انت شايفه بالطريقه دي. هبدا بس اقص واحده واحده كده اهو. اهم حاجه بس انت تفرجي واحده واحده، علشان خاطر الموضوع محتاج منك الصبر اولا، ثانيا التريكات اللي احنا هنعملها بعد كده، لان طبعا لسه في الكم وفي تريكات جميله قوي في الكم. هبدا اجيب الالماس بتاعي، تمام. الكلف بتاعتي يا جماعه على حسب ما انت عايزه تركبيها ايه هي. انا هنا هستخدم الالماس علشان ده المتوفر معايا. ممكن انا ما استخدمش الالماس، ممكن اجيب الكلفه دي، قبل كده وريتها لكم من فتره كده، بس هرجع اوريها لك تاني. مش طويله ان انا احطها، ولا تشوف طولها قد ايه اهي. ممكن ان انت تركبي الكلفه دي على حسب ما انت عايزه، وممكن تجيبي دانتيلا. الطنطله دي برده جميله قوي وحلوه كمان، يعني شيك اساسا في لبسها. ادي يا جماعه اهي. وممكن برضك ان احنا نركبها بطريقه برضك مختلفه تماما. ازاي؟ نجيبها كده، تمام، ونبدا ندبس بالشكل ده. استني افرد بس، افردي الطريقه دي اهي، تمام. استني افرد الدبابيس ديت، في هنا طبعا دبابيس محتاجه ان انا افردها. اهم حاجه ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده طبعا اختيارك انت، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا احنا دخلنا في العشر الاواخر لرمضان، فاللهم بلغنا ليله القدر اهو. هنبدا بقى واحده واحده كده نفرد الكلفه بتاعتنا اهي كده. استنيني، المفروض لما افردها، بعد ما افردها مباشره كده هخيطها. هتخيطيها ازاي يا مريم؟ هخيطها كده، هخيطها على ده الحيط. استني بس، عايزين نثبتها الاول اهي كده كده، تمام. بعد ما عملناها تثبيت كده نروح مخيطينها من هنا كده على الطرف. هنبدا نخيط فيها من هنا اهي، شايفه ازاي؟ هبدا اخيط. استنيني افرد بقى من هنا كده اهو، افرد بس، ولما افرد اخيط اهو كده كده. اسهل طريقه لتركيب الكلفه يا جماعه هي الطريقه دي، او الدانتيلا او الالماز او اي حاجه انت عايزاها تتحط على الحرف وتبان، تبقى مفروضة على الحرف، تمام اهي بالشكل المبسط ده يا جماعة. كل انا طالبة منك بس انتي تفرجي واحدة واحدة. ادي يا جماعة التونيك بتاعي بعد ما ركبت فيه الطنطلة بتاعتي او الكلفة بتاعتي. هبدأ اشوف كلفة تانية، لو ما لقيتش كلفة تانية شكلها مفيش، خلاص كده احنا هنطينا الاتجاه ده الكلفة دي، تمام. لما هيجي التفاصيل يعني بتاعتنا اهي بالشكل ده، هنبدأ نجيب الالماس من الناحية التانية ونحطه يقابله، يعني من الناحيه دي دانتيلا، ومن الناحيه دي او من الناحيه دي كلفه، ومن الناحيه الثانيه ايه الماس. هبدا اظبط كده قطعه الماس طويله وارجع لك تاني. ادي الالماس يا جماعه زي ما انتم شايفين بالخطوات دي. هنبدا بقى نركن دي كده على جنب. حبيت ان انا اركبه معاكي. الالماس هنركبه منين بقى؟ من هنا. الالماس غير الكلفه، الالماس هنركبه عادي خالص اهو بالشكل ده عشان خاطر يبقى واضح. على فكره يا جماعه التونيك ده المفروض اصلا ما يتقفلش. امال يفضل مفتوح يا مريم؟ اه يفضل مفتوح ويبقى له حزام.
لو انتي حابه تعملي له قفله مثلا او مرد يتقفل منه، دي حاجه على حسب رغبتك. بس طبعا احنا شرحنا ده قبل كده ازاي تقدري تعمليه بخطوات بسيطه قوي ومن الصفر. هبدا احط باقي الالماظه واكملها اهي، عشان بعد كده اجيب الامام واحطه على الخلف. تمام بالشكل ده. بعد ما حطيت الامام على الخلف هبدا افرد بقى الخلف، قصدي بعد ما حطيت الالماظ هبدا افرد الخلف اهو بالشكل ده، واحط عليه الامام، وبعدين هنبدا نتني كده واحده واحده، ونتني وندبس اهي بالشكل ده كده. وبعد كده يا جماعه هنبدا نعمل كده اهو زي ما انت شايفه، ونفرد التفصيله بتاعتنا، اهم حاجه نفردها. وبعدين نبدا نجيب القطعه دي ونخيطها بردك من هنا اهو بالشكل الجميل ده. بعد ما خيطت كل الاجزاء بتاعتي دي من الجنب ومن كل الاتجاهات، هبدا بقى واحده واحده كده ان انا اجيب الكم بتاعي واعمله. ادي يا جماعه الكلفه، هنا كلفه وهنا الماس، وعلى حسب طبعا ما انت عايزه. استني يعني حسب ما انت رغبتك ايه هي، ممكن تركبي الاثنين كلفه، ممكن تركبي ده الماس وده كلفه، براحتك خالص. ادي التونيك اهو تمام، هبدا باركنه على جنب كده وهعمل الكم. لحظه واحده، بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي هبدا اجيب القماشه بتاعتي واتنيها مره بالطريقه دي، وارجع اتنيها مره كمان بالشكل ده. بعدين هنبدا بقى نجيب اول حاجه كده، نقول بسم الله، هنحط نص دوران الدراع عندنا، نص دوران الدراع عندنا، ونسيب مسافه المسطره. وبعدين نروح نازلين من هنا كده بطول الكم، ومن طول الكم هننزل من هنا 7 سنتي، ونبدا نرتفع هنا كده 4 سنتي. في حرده الجيرو ديت بقى اللي فيها التركات كلها، هنا كل مره بنوصلها على طول. دلوقتي انا هعملها لك بشكل ايه، حسبه شويه عشان يبقى بالنسبه لك سهل. هنبدا نعمل خط من هنا لهنا، ونبدا نقسم الخط، نعرف طوله الاول وبعدين نقسمه. وبعدين نروح داخلين من هنا كده 1 سنتي، وبعدين نروح موصلين النقطه دي مع النقطه دي تمام. وبعدين هنروح قاسمين القطعه دي من هنا كده اهو، القطعه دي هنقسمها كده على نصين اهي، وبعدين نروح مطلعين منها ب1 سنتي بردك، وبعدين نروح موصلين كده بالشكل ده. ادي يا جماعه اسهل طريقه للكم بتاعي اتعمل في ابسط من البساطه. نبدا نوصل كده دوران، نص دوران الاسوره، وبعدين نوصل كده الاجزاء بتاعتي كلها. اهم حاجه بس لو عجبتك الفكره ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل. بالنسبه للتونيك ده يا جماعه هياخد قد ايه قماش؟ لا ده يعني حاجه كويسه قوي، مع الكم هياخد كله على بعضه 3 متر. بالنسبه للاحجام المتوسطه، بالنسبه للاحجام الاكبر من كده لا، ممكن ياخد اكتر يعني من كده، يعني ياخد لو طول وعرضه كده لا ياخد 4 متر مثلا، علشان خاطر ايه، على حسب الاحجام. هنبدا بقى واحده واحده نجيب الكم بتاعنا بالشكل ده، وهنبدا نحطه كده اهو بالطريقه المبسطه دي اهي زي ما انت شايفه. وهبدا بعد كده ان انا اقسم كده، استنيني هنا الالماس مفكوك شويه، هنبدا نظبطه. وبعدين هنبدا نحط من هنا كده اهو، استني بردك ندخل من هنا كده الكم، وهنبدا نخيطه بس كده. اهم حاجه بس ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، والاشتراك ده طبعا اختيارك انت، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ادي التونيك يا جماعه عملناه بخطوات بسيطه قوي ومن الصفر، لحظه واحده اوريكم الشكل النهائي اتعمل ازاي. ادي يا جماعه الشكل النهائي للتونيك، اتعمل بخطوات بسيطه قوي ومن الصفر، كل طلبه منك انك تتفرجي واحده واحده، واللايك الجميل والتعليق الاجمل، والاشتراك ده طبعا اختيارك انت، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.